معرفش اي حاجه. انت مريضه سرطان صح؟ لا مش السرطان، هو المرض اللي هو بيقول عليه النيفي دوت. فروحت عملت اشعه تحليل يعني كشفته كده قبل كده، وقالوا لي محتاجه انك انت تشيل الرحم لان الرحم عامل لي نزيف وكده، وماشي على البرشام، ماشي على البرشام عشان خاطر يوقف لي النزيف. وطبعا ما فيش فلوس عشان اعمل العمليه، وبقالي سنين يعني. بقالك قد ايه؟ يعني بقالي حوالي برضه 10 سنين برضه كده الرحم ده عندي وما شلتهوش. ما الدكتور قال لي حرام تشيليه وانت لسه كان سنك صغير، ودلوقتي طبعا لازم اشيله. الدكتور قال لي لازم تشيليه لان هيعمل لك امراض مش كويسه يعني. فانا ما شلتهوش طبعا لان مش لاقي حد ان هو يقف جنبي ويساعدني ان انا اعمل العمليه، فسايباها على ربنا. ابوهم بقى، ابوهم اللي بقاله 10 سنين مطلقك دوت، يعني ليه تخلى عنكم كده؟ مش قد المسؤوليه، مش قد اللي يشيل المسؤوليه ومعهوش وسايبنا كده، وقال مسؤوليه البنات كبيره وكده فسابنا. قال لي عشان يخلص من المسؤوليه راح مطلعني كده يعني، وسايبني كده زي البيت الواقف طبعا، وما فيش حد يساعدني. هو لو طبعا اداني الورق انا كانت ناس عملت لي معاش، وكان يعني حتى ما راحش طلعك على ورق، طلعك كده وطلعني كده بالبق بس. وسابنا ومش، واحنا بقى طبعا شفنا حياتنا وقاعدين حياتنا. كنت بتحكي لي ان هو كان مأثر عليك وحتى وهو موجود. ايوه كان بيضربني وبيعذبني وكان بيبهدلني، وكنت بطلع اشتغل عشان اساعده. يعني كان بيكبرك كمان انك تشتغل. وكنت بطلع اساعده، ما كانش بيصرف علينا وما كانش بيدينا حاجه، ولحد دلوقتي برضه ما بيسالش على العيال، على البنات ما بيسالش عليهم، ولا حتى في التليفون، ولا بيقول لهم محتاجين حاجه جيبوها لكم ولا اي حاجه، وبيقول لهم بس ان اعتبروا ان ابوكم مات. بيقول لهم اعتبروا ان ابوكم مات، طول ما انتوا عايشين مع امكم خلوا امكم هي اللي تنفعكم، وخلوا امكم هي اللي تشرف عليكم، واعتبروني ان انا مش موجود خالص. ربنا يديك الصحه. طب احكي لنا، طيب ابنك بقى، ابنك انا عرفت ان هو تعبان شويه ايوه هو يعني تعبان. انا لقيته دلوقتي كان موجود معانا وفجاه اختفى. لا هو موجود بس هو مكسوف شويه يعني. هو تبص تلاقيه مع نفسه كده، ابوه مش معلمه حاجه ومش قد المسؤوليه، مش عارف يعني يعمل لنفسه حاجه، مش عارف يشتغل، مش عارف يجمع له قرش، ما عندوش هدوم، ما عندوش حاجه يعني ان هي ان هو يساعده ويقف على رجله. ما شافش ابوه وهو صغير طبعا، كان صغير وابوه طبعا سايبه، فمعلموش اي حاجه، معلموش يعني ايه مسؤوليه يعني. كان برضه بيضربه زي ما كان بيضربه. بيضربه كان بيضربه وكان بيعذبه برضه، وكان مقصر معاه ومقصر مع البنات، وكان مقصر معايا. والواد يعني تعبان. بس اللي كان بيحصل له تشنجات، ولا برضه ابنك ده كان بيحصل له تشنجات او بيحصل له حاجه؟ لا هو الواد يعني زي ما تقول تعبان نفسيا. النفسيه بتاعته تعبانه من اللي شافها من ابوه والضرب والتعذيب، فمأثرين عليه يعني. مأثرين من ناحيه النفسيه وتعبان كده، وتبص تلاقيه مع نفسه مش عايز يصاحب حد، مش عايز يعرف حد، تبص تلاقيه قاعد مع نفسه كده. يا دوبك اخواته يروح ويجي مع اخواته بس، متعلق باخواته شويه. تبص تلاقيه معانا عايز يفضل جنبينا، مش عايز يروح عند حد، مش عايز يشتغل، مش عايز، مفيش، مش عارف يعني.